حالك كاس واحد بس. انا موافق، اشرب معايا كاس واحد كل سنه. في سعادة. سعادة. تعرف يا شوكت، كان نفسي تكون معايا وانا بتفق على الافواج السياحيه اللي جانا من لندن. حبيبتي دي شركتك يا حبيبي. النهارده عيد جوازنا، مش عاوز نتكلم في الشغل ابدا ابدا ابدا. شوفي جايب لك ايه. ايه ده؟ ايه ده يا شوكة؟ اولا دي ذوقها بلدي قوي، ثانيا انت عارف كويس قوي ان انا بلبس الحاجات دي. تغيير يا حبيبتي. شوكة جرالك ايه؟ انت كل يوم بتطلع لي التقليعة شكل، مرة حلق ومرة ملاية لف ومرة جلابية. انا بحبش الطريقة دي يا شوكة. اتصلي يا بنت وقفلي في الفريزة. ليه؟ اعدلك على مكنة فلوس؟ قطيع محسوب عليها راجل قدام الناس. خلاص راجل راجل من 60 راجل، وانت عارفة كده كويس. نقطني بسكاتة، خلي الطبق مستور. طبق مستور؟ أنا ماليش عيش معاك، طلقني. أيوه ليكي حق دلوقتي تقولي طلقني، ما أنت كلتيني لحم وعاوزة ترميني عظم. ما هو مش معقول أصرف عليك وعلى الحباب اللي بتبلبعه. أمال أنا كنت متجوزك ليه؟ أنا من عيلة، ده أنا مستحملك أنت والقرف خالتي. صحيح، صحيح تربية حواري. أنا تربية حواري، وأنت تربية أصول، بس شوفي يا بنت الناس، طلاق ومش هطلع، وفلوس وهاخد. وانا بقى هصوت والم عليك الخد. يا شوكولانه يا عرة الرجاله يا شوكولانه. الله يسامحك. عندي عشان خاطر مامي؟ اتفضلي يا هاني. ميرسي يا دنيا. كنت عايزه اقول لحضرتك ابني هيتخرج النهارده. الف مبروك يا دلو. الله يبارك فيك يا هاني. ابني كتر خيره طلب مني استريح من الشغل كده. طيب اللي تشوفيه ده الف مبروك لابني. لكن انا من ناحيتي هشوف لحضرتك واحده بدالي. يا ريت يا ندى، ما تسيبنيش كده. انتوا خدمتكم ما تتعوضش. ميرسي. يا خالتي يا خالتي، ما شفتيش المدفن عيني حاطينها فين؟ ايه يا اختي، عمرك ما كنت ملعوب عليك كده. اصل كنت حاطه فلوس في الدولاب مش لاقياها. يتوب عليك ربنا منه. معرفة فين يا ابني؟ معرفة هتوب عليا وتوب الشاي. الهم محصلك يا حبيبتي، وراكي وراكي مطرح ما تروحي. يا عيب على بختك الميل يا جميله، يا عيب على بختك. يا ربي اسكنوني، خلصوني منه عشان ارتاح. ايه في ايه مالكم؟ الله، هو مين ده؟ هيكون مين غير المكفى على عينه جوزها؟ انا ما خلصنيش برضو اللي اتحبس، قعدت عايم مجدياني يشيل القضيه مكاني. ليه عملت كده؟ كنت سبته مرمي، كنت سبته مرمي. ده سرق مني 300 جنيه اللي محوشاهم. الهي ما يوعى يرجع الحرام النور. لا ما تروقي بقى وكل شيء اتحل. رايحه للمحروس؟ لا، رايحه السيما اروق دماغي. ازيك يا جميل؟ ازيك انت؟ مبروك لابنك الدكتور. الله يبارك فيك يا عمال. عوضي عوضي، قولي ربنا يتوب عليا. الشغل عامل معاكي ايه؟ ملطشه معايا قوي. بقول لك ايه، نعم. فوتي عليا بالليل عشان نروح مشوار سوا. ماشي ماشي يا خالد، فوتك معاك. الله يعافيك. اوكي رايت تشاو. شوكت انا محتاجه لك اليومين دول في الشغل، وانت ولا هنا. ازاي بقى؟ احنا ممكن نخسر المشروع السياحي ونخسر الموسم وياه. واللي يقول لك بقى انه جاب جميع الموافقات من وزاره السياحه. ايه؟ معقول؟ بتتكلم جد؟ وهي دي فيها هزار؟ ومهندسين التخطيط بداوا يشتغلوا. ايه ده؟ كل ده في زياره واحده؟ استاهل العربيه الجديده؟ استاهل يا سيدي. وبوسه؟ وبعدين بقى قلت لك بلاش شغل المراهقين ده. احنا في الشغل. شوكتي حبيبي، المشروع محتاج متابعة ومجهود كبير، ممكن نقضي شهور الصيف كلها هناك. طب والشركة هنا؟ ما تقلقش، أنا هتابعها من هناك. أنا محتاجة خبرتك يا حبيبي.
مساء الفل. الوقفة كده غلط. هي الشقة فين؟ في الزمالك. بتشتغلي ايه؟ خياطة. واضح انك مرتاحة قوي. وانت واضح انك صاحب مزاج. لا، كلام في الشارع كده ما ينفعش. دور عربيتك. جميلة اللي كلمت حضرتك عنها. اشتغلتي قبل كده؟ كتير. وسبتي اخر ناس اشتغلتي عندهم ليه؟ النصيب بقى يا ست هانم. دي جميله غلبانه وهترتاحي معاها قوي يا ست هانم. معاكي بطاقه؟ ايوه. جوزك عارف انك بتشتغلي؟ طبعا يا ست هانم، اصل على باب الله ارزقه يعني. وايد على ايد بقى يا ست هانم. روحيه قالت لك ان المعيه 250 جنيه؟ راضيه بقليل يا ست هانم، بس انا ليا يوم الجمعه اجازه. لما مؤاخذه، فين الاوضه اللي هنام فيها؟ لا انت مش هتباتي هنا، انت هتخلصي شغلك وتروحي، فلو احتجت لك يوم حابه اقول لك تباتي. وماله؟ حضري الفطار. عيني. لو نجحت يا هند هتجيبي لي ايه بقى؟ شوفي العيدية وقال لمامي تجيبون. لا يا هند، بلاش ماما، قولي البابي احسن. حب. ناس عايشة وناس مدفونة بالحياة. جيت امتى امبارح يا شوكت؟ والله ما فاكر، يمكن الساعة 2. بس أنا سهرانة للساعة 4. لو كنت أعرف كنت رجعت لك. سهرانة بشتغل. كان قلبي حاسس، علشان كده ما رضيتش أجي أعطلك. يا شوكت، المشروع اللي بنعمله ده مش سهل. وجودك جنبي هيسهل لي حاجات كتير. أنت قدها ودود، وبعدين ما تقلقيش. أول ما أحس إنك عاوزاني هتلاقيني جنبك. يا شوكت أنا طالع آخد حمام وبعدين نبقى نكمل كلامنا. مش ممكن كده.
ايه جمال؟ اصلي جسمي خفيف شويه يا بيه. الدنيا حاجه معاكي، ده انت خيرك مغرقني وعلى يد الست الصغيره بقت تحبني قوي. ايه يا بنت، فاكره انا اهبل ولا برياله ولا داعي عصافير؟ 50 جنيه اللي هتبعتهم لي في الشهر يكفيك كام يا حسن؟ ما انت عارف يا جيجي انا ما يكفينيش حاجه ابدا. خلاص هديك 60. لا حاجه حاجه يا بنت، تبقى مراتي مسافرة وبتشتغل وفلة وكسيبة وستين جنيه في الشهر، أقول لأصحابي إيه؟ أودي وشي منهم فين؟ حسونة اخرس، أنا حسونة بيه، حسونة تعالى خد واحد قهوة على حسابنا، اخرس يا جحش على حسابك، دي مراتي كسيبة وكل ده على 2 جنيه في اليوم، دي الحباية عدت الخمساية. خلاص يا حسونة هديك 70. اخرسي 70، ما نعمل مزاد 70 و80، يفتح الله. مطرح ما تحط راسك حط رجليك، ومش حطول مني مليون واحد يا حسونه يا ابن فكيها. اوعى تجيبي سيره ماما. يا بقى يا ده العادي، هو انت كل شويه نركب على البنيه ومخلي حسها جايه داخل الشارع؟ مالك تخرب دعابيبك؟ ما مش راضيه تتهاوت معايا. يا راجل خلي في عينك حطوه ملح، اروح بس فين يا ناس؟ اروح فين؟ يا ربي عاجبك كده؟ عايز تموت لي البنت يا مسطول يا تجلانه؟ عايز تموت للبيت؟ عايز تموت للبيت؟ بقول لك ايه؟ خلاص ابطلت. اسمعي انا هاخد منها 100 في الشهر وتغور في داهيه، مش عايز اشوف الشهر. تاخد منها 100؟ اما انت تاخد منها 100، انا اخد منها ايه؟ هو انا خلفتكم ونسيتكم؟ انتوا اهل انتوا؟ توب عليا، توب عليا بقى يا رب.
خير. ابدا العربيه عطلت فجاه. لا ولا يهمكم. عشان اذا كنا تعبناك. ايوه. طب بسعادتك؟ المهندس مجدي بطل الدول العربيه مرتين في البوكس وبستعد عشان بطوله افريقيا. ان شاء الله الذهب يا كابتن. من بقك لباب السماء. احنا بنناشد الساده المستثمرين ان يجوا يشاركوا في المشاريع اللي هنا دي. لان الارض كلها خير. هو ده يا فندم اللي خلانا نفكر في كده. وبراس مال مصري يا فندم. لان اللي اشتغل معانا لازم يحس بالانتماء وبقيمه الارض. انا سعيد جدا ان انا بسمع الكلام ده. متشكر قوي يا فندم. بس احب اوضح لسعادتك ان المحافظه محتاجين منها مجهودات كبيره جدا. من الناحيه دي انسى اي مشاكل. واذا كنت مستعد ان انت تشتغل بكره انا ما عنديش مانع. وانا موافق. بس ليه عن سعادتك طلب اخير؟ خير ان شاء الله. لما المدام قالت لي على مشروع القريه انا وافقت على طول. بس بعد ما سعادتك قدمت لنا التسهيلات دي كلها انا موافق دلوقتي اكتر وبفكر نبني كمان فندق وسعادتك تختار لنا المهندس اللي هيصمم واللي هيبني. انت انسان ذكي قوي. انا بهنيك يا هاني على زوجك. شكرا قوي يا فندم. ليه؟ ابدا هسيبك تلبسي براحتك علشان ما تتكسفيش مني كده. طب كده بقى احبك على طول. وانا كمان مش هوصيك على هادي يا شوكت. انا لولا ان الافواج السياحيه جايه بكره على الشركه تتحطها معايا. سافر وانت مطمنه يا حبيبتي. انا كل اللي يهمني ان احنا نعمل اجمل افتتاح للقريه. ربنا يوفقنا حبيبي. مستلمين الشغل ولا عايزنا نقعد في بيوتنا نستنى القوة العاملة خمس ست سنين. على رأيك بلد ديت الشهدان.
يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. حضرتك بقى ابن اخت سياده المحافظ شخصيا. وعلى فكره انا اسف اني جيت من غير معاد. لا لا مفيش مشكله. اصلي خالي سياده المحافظ اتهز فرصه وجودي هنا وكلمني بخصوص المشروع السياحي اللي بتعملوه. ايوه. اصلي كنت بخلص شويه اوراق عشان البطوله وقال لي ان اقابل حضرتك. وحضرتك هتسافر امتى؟ المفروض حالا. طب كويس، يبقى هتقابل شوكت هناك تدرس ويا المشروع. طب وحضرتك؟ لو هو طلب مني المساعده هتدخل. على العموم انا بكرر اسفي اني جيت من غير معاد. لا لا مفيش حاجه. متشكرة. مع السلامه. باش مهندس يحب كام؟ اتنين بس. على العموم على كيفك، السكر كله قدامك، لو عايز اكتر ممكن تحط. طبعا تطور كامل للمشروع ده عظيم جدا طبعا، بس منطقه الملاعب وحمامات السباحه اللي انت عاملها خارج نطاق مساحه الارض بتاعتنا، الا بقى اذا اعتبرناها منطقه مكمله للارض. ايوه بس ده هيحتاج مننا وقت عشان نثبت ده بالاوراق الرسميه. ده قرار صغير ممكن استصدره من المحافظ بمنتهى السهوله. احنا متفقين على كل حاجه، وخلال سنه ان شاء الله المشروع يكون جاهز. همتك معانا يا باشمهندس. ان شاء الله، بس ده هيتوقف على السيوله اللي معانا. يعني أنا مقدر ميزانية مبدئية للمشروع حوالي 8 مليون جنيه. ألو؟ موجود، أهلا وسهلا. تليفون عشانك يا باشمهندس. ألو؟ أيوة يا خالو. لا 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 مش مشغول. شوكت بيه معايا أهو، كنا لسه بسيرتك. إيه ده؟ عازمنا على حفل الليله دي؟ اهلا اهلا شوكت بيه. اتاخرت يعني يا سيدي، بس بدري والليل واخره. بابا اهلا اهلا شوكت. مساء الخير مع الوزير. اهلا وسهلا، خد الدرينك بتاعك بقى وتعالى اعرفك على رجال الاعمال هينفعوك هنا قوي. كان هو لو سمحت ويسكي من دراكسي. اخبار تمرين ايه يا كابتن؟ الحمد لله احنا ان شاء الله ضامنين بيك المدينه الدهب. لا بدون غيره. الو؟ لا شوكت بيه مش موجود، اصله سهران عنده حفله الليله. جري يا استاذ وانا هعرفك منين؟ لا لا اسمعيني بس، اما تشوفيني هتعرفيني. جاي ده ايه يا ابن العاد؟ بقول لك ايه؟ لو ما قلتش انت مين لو جيت هقطع رجليك. وانا هقطع لسانك. ده انت باين عليك ايه لازم بصحيح؟ بلاوي ايه اللي بتتحدف علينا دي؟ محمد بيه مدير بنك الاستثمار. علي بيه صاحب شركه السجاد اللي هتفرش لك المطنش. يا اهلا بيه. زيزي هاني صاحبة مصانع كريستال. شوكة فيه اللي هيعمل القرية الجديدة. لا لا ما يهمنيش ازاي حلوة. زي ما بقول لك كده يا عناية، وإذا كنت ناوي تصطاد المية العكرة فمش هتلاقي حاجة تطلع في سنارتك. وأنت طلع كنز. الجعان بيحلم بإيه؟ بسوق جميلة. لا ده أنت باين عليك واقع قوي. وأنت بص عليه قوي وفرد شباكك من فوق الراجل. مزودة له الطعمة حبتين في جاب مراته وعايزاني اشوف كلنا واسكت. طب ليه؟ قال ليها ايه؟
بلاش تسلحي بيا وقصري، ده احنا ولاد بلد زي بعض. ابن بلد ولا ابن جنية؟ ابن جنية ابن جنية، بس أجدع مني. أنا أجدع منك ومن عشرة زيك يا عرة يا تلقيح يا عرة الرجال. نشوف اللي هيقدر على التاني. عشان البطولة قربت ولازم ابقى في المعسكر. ده انت عيان بجد؟ ده انا كنت فاكرك عاملها تمثيليه زي بتاعت امبارح. انت بتقولي ايه؟ ماله امبارح؟ هي لسه فيها اقوال. ده انت كنت مدهول والخمره مشعشعه في نفوقك وكنت هتكسر عليا الباب. باب؟ انا؟ مش بقول لك مدهول. يا لهوي، ده انت جدتك مولعه. لك جسمك بشوية خلي وليمون يطلع الولع على جدتك دي وهو كله بثواب. تعال هلو. اهلا يا صافي. لا لا، كل حاجة ماشية تمام. طبعا طبعا. اوكي. اوكي. سلام. بقى جايبني هنا عشان تقول لي الست قربت تيجي؟ لا مش كده وبس. انا عايزك تجيلي الاوضه دي عشان اقول لك كلام مهم قوي. وهي الليالي اللي فاتت كنت بتقول عشان الليله دي تتكلم؟ جميله، اذا كنت عرفتي مزاجي وهتلعبيني تبقي غلطانه. انا ممكن اشتري 1000 واحده بفلوسي. وهي فين فلوسك دي؟ هو انا شفتها؟
ولا عايز تحاسبني بمرتب الشهر؟ اه اذا كان كده ده انا عينيا ليكي. ما كلش من الكلام ده. اموري اشوف دفتر شيكاتك يا ولا. الليله ليلتك يا ولا وامك ده عيالك. برضو يا كابتن ولا بلاش كابتن دي يمكن تزعل. خليها باشمهندس هي اللي دايما. خدي بعدك وامشي. كده زعلان عشان اتغلبت؟ وبعدين قلت لك امشي من قدامي. بالراحه عليا شويه يا كابتن. Thank you.
بقول لك ايه، يلا 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 نطلع فوق. عرفت بقى كلمة السر اللي هتفوقك، مراتك. لا قول يا شوك، تحبني بصحيح ولا عاوزني وبس؟ بحبك وعاوزك. طب حبيت قبل كده؟ ايوه حبيت، كان أول حب في حياتي، كانت بنت من الشارع، كانت كل شيء في حياتي، علمتني حاجات كتير قوي، كنت حاسس إن من غيرها مش هقدر أعيش. وراحت. لما قلت لأهلي إني هتجوزها الدنيا قامت وما عادتش، بس عمري ما نسيتها أبدا ولا حتنساها. الحمد لله بالسلامة يا صاحبي. الله يسلمك. شوكت، ازاي تسمح للشغالة تسوق عربيتك؟ ابدا، المهندس مجدي كان مسافر مصر وكان عاوز حاجات بعتها معاه. ومين بقى اللي علمها السواقة ان شاء الله؟ مجدي كان بيعلمها السواقة يا ماما. بس يا بنت جميلة متعلمة السواقة جاهزة، دي حتى معاها رخصة. انتهينا. انا عندي بكرة فوق الماني جاي ولازم ارجع مصر تاني. يا مدام كويس ان حضرتك جيت، اللي فوت زعلان على الاخر وعايزه تمشي. اتصرف كانك ما شفتنيش. اتصرف ازاي؟ نفذ اللي بقولك عليه. امرك. فوق.
سيء. اساله لي سيبيني اشرح لك. هتقول ايه بعد اللي شفته بعينيك؟ هتدافع عن نفسك ازاي؟ قول لي هتدافع عن نفسك ازاي؟ بعد ما حطيت كرامتي وكرامتك تحت رجليك خدامه خدامه. قول لي انا عملت فيك ايه؟ قول لي سبب واحد يخليك تعمل فيا كده. يا خساره ضيعت حياتي عشان انت تكبر وتكبر وتكبر. بحافظ عليك بحافظ عليك في غيابك اكتر من وجودك. قول لي عملت ايه عشان تبص الخدامة؟ على عموم البنت دي هتمشي فورا، همشيها فورا. هي مين دي اللي هتمشيها يا شوكة؟ اتجننت يا بنت ولا ايه؟ مش تقول لي انك فقت عشان اقول لك يا بيه؟ يلا لم حاجتك وهتنزلي مصر. تمام تحت امرك يا بيه، بس يكون في علمك مش هكون لوحدي. يعني ايه؟ اصل نسيت اقول لك اني حامل. حامل حامل؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول اللي سمعته. حامل؟ ما تقولي حاجه يا ست هانم. هي الدنيا حاله شقلب ولا ايه؟ طب هو الراجل الدور بقى علينا وجوزي مستنينه ومالوش في الخلفه. مش عارفه هي من فيا ايه؟ مش بعيد يقتلني. سهل انا هقتلك. اوعى ابعد عني ابعد عني. لو فضيحه فضيحه بزفه سجار. لا اذا كنت فاكر ان لحم رخيص تبقى لسه ما عرفتنيش يا شوكت. ادخلي اوضتك دلوقتي. Good night.
اتفضلي حضرتك اتفضلي. انتي اكتر يا نموت عنادة. انا مش مصدقة نفسي. مش كان حضرتك تقولي انك جاية كنت فرشتلك الارض ورد. مرسي يا دادا. الحقيقة انا جايلك في الخدمة من عينيا. اليومين دول مشغولة شوية يا دادا. مش هلاقي احن منك على هند. هسيبها معاكي شوية. الله. امال فين جميلة؟ البيشف لها شغله جديده مبقتش فاضيه للبنت. يخيبها. والنبي يا دادا ممكن توديني بيتها؟ اصلها مصياني ادي اهلها فلوس. نورت. اهلا اهلا يا سكاي. اهلا يا استاذ حسونه. منور الرب استاذ حسونه. اهلا اهلا. يا سلام. ايه مالك متأسفة قوي كده؟ ده انا حتى حاطط قرفان شريم الشوارعي. يا هانم انت باين عليك زميلة بتستعطي حاجة. ايه اطلع جيجي اطلع جيجي حبيبتي. وهي يعني جيجي عاملة لك ايه؟ عاملة لي ايه؟ عاملة لي كل حاجة بتساعدني على اعباء الحياة ومشاكل الحياتية. انت لو طلقتها هتحل كل مشاكلك. يا هانم انا مشاكلي كلها مادية. هتتحل. هتحليها هتحل هتبوسها. بص انت يا راجل يا مجنون انت. باين على شكل حوافي ده حتى نسب ما يشرفش ما يليقش بمركزي. وجميلة عارفة؟ جميلة ما تعرفش حاجة يا أستاذ حسونة. أنت هتطلقها غيابي. النفقة والمتأخر أنا هدفعهم و15 ألف جنيه عشانك. 15 ألف يطلعوا كام باريزة دول؟ وادي 2000 تحت الحساب والباقي لما تطلق. ده مين دي؟ دي النسب. النسب المنيل العرة اللي قلت لسعادتك عليه. انا نسب منيل يا سكولانة يا عرة الرجالة. يلا الخمسة منك بقرش ابيض. يلا بينا يا استاذ حسون. واحدث الاستاذ بقى وراحه على تاني يا اختي. ها خلاص لما يلمك انت مالك. اتفضلي يا هاني. استنى هنا اهو ده على جثتي. هو دخول الحمام ده يخرجوا؟ لا يمكن هتخرجوا من هنا ابدا الا لما اعرف الهانم دي مين وبتتفق على طلاق مين. اقولك وانت مالك؟ بنتفق على طلاق بنت اختك يا مختله. ارتحتي. تكونيش بقى بترسمي على المانكش ابن المدنجله ده. يا ولية لم لسانك. دي الهانم اللي بتشتغل عندها بنت اختك. مش تقول كده من الاول. يبقى الحكايه فيها الا ويخش فيها يخفيها. الحكايه اني مسافره بره وهاخد جميله معايا. يا لهوي وحش ازاي من غيرها؟ ده هي اللي مكلاني ومشرباني وكسياني. بتديلك كام؟ 100 جنيه. يا ولية يا ضلاليه بتديكي 50 بس. هديكي 150. ها؟ لا يا حبيبتي كان غيرك اشطر عشان تديني شهر والتاني وبعد كده تقولي لي امك في العش ولا طارت. هديكي 5000 جنيه وخلاص. يلا يا حسونه. مش شويه يا هانم. يا ولية يا ولية بلاش طمع. انت عمرك شفتي شكل الالف جنيه؟ وانت مالك انت قطع الارزاق بتتعشر ليه؟ بتتكلم ليه؟ بس بقى انا مش فاضيالكم. يلا ورايا. جميلة انا مستعد ادفع لك كل اللي انت عاوزاه بس في انصاف ان اللي بضغط ده مش مني وانك اضطريت تكذبي عليها علشان ما تخوفكيش. وبعدين؟ تنزليه يا حبيبي. مراتك عارفه ان جوزي ملوش في الخلق. انا اول ما جيت حكيتها على كل حاجه ويا ريتني ما حكيت لها. ما كنتش اعرف. يعني اللي بطنك ده ممكن يكون مني فعلا؟ حكم. بقول لك جوزي ملوش في الخلفه، هيجي منين؟ ده انا حاسه دلوقتي بدوخه ونفسي غمى عليا. على فكره خالتك وحسونه بيسلموا عليكي. يبقى انت اللي ابتديتي. سيبتي بقى على الفضايح يا ملكة الجوز. ممكن تسمعيني لما اخلص كلامي؟ كلامك مكشوف بس وحياك دول لا هكشفه على حقيقته قدام كل الناس. قلت لك اسكتي واسمعيني للاخر. اهلك ما يعرفوش حاجه. اما رحت لهم ليه؟ قسم طلاقك من حسونه. ايه؟ انا عملت كده عشان اصلح كل حاجه واحافظ عليك وعلى بطنك. عندك مانع تتجوز شوكت؟ ايه
صافي مستحيل. اذا اسطر بينا اتجوز البنت دي انا اتجوز جميله. وانت ازاي سمحت لنفسك انك صافي دي غلطه انا معترف بيها واللي بتطلبيه ده فيه اهانه ليكي. الاهانه دي جت منك انت الاول. قلت لك غلطه ومش ممكن تطلب مني اكفر عنها باللي بتطلبيه ده. ده شرطي الوحيد يا شوكت. وانا قلت لا. هتواجه الموقف لوحدك وهنسحب من حياتك خالص. ياسين اتطلقت؟ ايوه وشهور العده انتهت امبارح. ده الزواج التاني لحضرتك؟ ايوه وانا الزوجه الاولى وموافقه. بتاع الشهود اتفضل يا فندم. بلد الشهادات صحيح. قولي وراي زوجتك نفسي؟ زوجتك نفسي؟ مبروك. الله يبارك فيك. استنى لو سمحت. البيه هيطلقني. صافي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول اللي انت سمعته. انت فاكر ان هيعيش انا والخدامه في بيت واحد؟ ولازم تريحت الكلام ده. ما انت كنت كويسه. انت تتخرسي خالص ولا كلمه. شوكت اللي بقوله يتنفذ. لاني لا يمكن هسمح لبنتي يكون ليها اخ ابن حرام. نعم 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 يا اختي. ماشي يا جميل سيبينا دلوقتي. حاضر يا روح قلبي بس بعد كده مفيش اسرار. صافي انا عملت كده علشان انت اللي طلبتي. انت لو ما كنتش اتجوزت جميله كانت هتفضحك في كل حته. وانا دلوقتي بقول لك لو ما طلقتنيش فضيحتك هتبقى اكبر. اكرم لك تطلقني. إنك سقطت من نظري. انت طالق. ما يحكمش وإن حكم يحكم بالبراءة. ما عنديش وقت. هما كلمتين وماشي. اسمعني يا شباب. يؤسفني اقول لك اني منسحب من المشروع بتاعك. وده قرار اخير ومش هتراجع عنه. مجدي ارجوك اصبر عليا شويه. انا ما هو مش معقول كل يوم والتاني تقول لي هنشتغل هنشتغل والمشروع واقف بقاله 3 سنين وانت رابطني جنبك. ده كتير عليا. أنا هباشر الشغل بنفسي. كراية جميلة. بلا جميلة بلا قرف. أنا زهقت خالص. هسافر وأرجع ليك زي ما أنت. خلاص. أنت اللي تخرس ومن هنا ورايح أنا أشوف الشغل بنفسي. ها
انت اللي وحشتيني يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك. ما اعتقدش ان وجودك في المطار كان صدفة. بصراحة لا. حد بعتك؟ انا يا مدام متابع اخبارك ونجاحك اللي انت محققاه في مجال السياحة في الخارج. مش هسألك عرفت منين؟ لاني ما نسيتش اني خالك المحافظ. لا ما مش قال زي ما تكوني كده مشيتي وخدت الخير معاك. على فكرة شوكت بقت حالته صعب جدا. استاذ مجدي لو سمحت. يا ريت حضرتك ما تشتمنيش طبعا، انا كنت جاي ابارك لك على الشركه السياحيه اللي فتحتيها في لندن، وكمان على رجوعك لمصر بسلامه. حضرتك كان شرفنا مده معينه؟ اسبوع تقريبا. طب استاذن بس يا ريت تسمحي لي اني اطمن عليك بالتليفون. سيب لي تليفونك وهبقى اكلمك، لاني هفتح فرع جديد للشركه هنا واكيد هحتاج لك. على العموم ده الكارت بتاعي، في تليفون البيت والمكتب. مع اني ما بروحوش. ليه؟ لاني مركز في التدريب عشان اعوض خساره البطوله اللي فاتت. ربنا معاك. بيزود السعر شويه، الديكورات مكلفاني اكتر من 60,000 جنيه. كل ده هيتهد وتعمل من جديد. قول لنا بقى عن بركه عشان اقول لك خبر حلو. خبر ايه؟ مدام صفا رجعت وبتعمل شركه في المهندسين والفرع الاصلي في لندن. وعرفت الكلام ده منين؟ قابلتها من يومين في غرفه السياحه. نسيتني ولا ايه؟ صافي معقول؟ ومش معقول ليه يا سيدي البيت؟ ما كنتش فاكر الشقابه والمرمطه صعبه على صفيه المقطقطه؟ صفيه؟ من صفيه نازله صفيه ما فرقتش كتير. وحياتك غيرت عشانك. ايه اللي غيرك كده؟ سنين الهجر والخصام اكدت لي انك ملك قلبي مستربع كمان. انا مش مصدق يا صافي. بلاش الحب بتوع الدنيا، بلاش ما بلاش، على مين هتجني وايه هتقول؟
صافي. مين قال لك اني هنا؟ عرفته خلاص، انا عاوز اتكلم معاكي. اسف ما عنديش وقت للكلام. الابراء اللي طلبتها جهزت؟ اتفضلي. صافي بنتي فين؟ من فضلك احنا في مكان عام. انا لازم اشوفها. ما يصحش الاسلوب ده. ده انت اتاريك راجل مدمج. يعني من ايه يا نادي؟ نادت عليك حيطه. عشان ما كفايه التقليه اللي احنا بنحرقها. احنا عملنا مؤتمر في الربع، قلنا نيجي نسهر معاه، ده راجل مسخره. اقول لك ايه يا جميل؟ اوعي تزعقله، دول نسايب العزال، نسايب شوكه بيه، خساره المجتمع. عرفنا حماتي بتبيع بط وفراخ، والاخ بياع كوارع، وجوز مرات السابق كان بيسرح بعسليه بس ربنا تاب عليه، ودلوقتي بيبيع نوجة. اسف لعدم وجودي وارجو الا تعودي مره اخرى لهذا المكان لانني ارسلت استقالتي من المشروع بخطاب مسجل بعلم الوصول وشكرا. مجدي. مش انا اللي اتكنسل وترد عليا بورقه. وما يجي بقى اللي مشغلكوا ابقى اقول له انا مش هعديها بالسهل وهجيبه زحف على جوزه. شوكه في ناس سألوا عليك، الناس اللي كنت هتبع لهم الشركه من ورايا وتطلعني من المولد بلا حمر. انا حر اعمل اللي انا عاوزه. لا ما انتش حر، دي فلوسي وفلوس ابني، ولو ما كنتش هتفوق انا بقى اللي هفوقك. جميله ابعد عن الوقت، انا مش طايقك دلوقتي. مش طايقني اروح خالتك؟ طب وحياه دقنك دي اللي هخليك تسحب عليها؟ انا بقى اللي مش طايقاك. ظهر انك نسيت اني سيدك. كنت، لكن دلوقتي انا اللي سيادتك وتاج راسك. وبعدين دي بتقول انها مراتك. لا دي كانت بتشتغل عندي خدامه وانا. يعني هي مراتك ولا مش مراتك؟ ايوه مراتي، وضربتها علشان اقدمها. يعرض صباح بكر على السيد رئيس النيابه لاخذ اقواله. ما كنتش متخيله انه وصل للمستوى ده. ده شيء طبيعي لانه اللي عملتيه معاه ده كان اكبر انتقام. انا كنت بصون نفسي، وعمري ما كنت سعيده بالحاله اللي وصلها دي، بالعكس. انت ست عظيمه جدا وانا سعيد بمعرفتك.
ركز في التدريب بتاعك عشان الماتش الجاي ما تقعش تاني، وخصوصا هتلاعب نفس الملاكم اللي غلبك. وجودك انت وهند في يوم زي ده هيديني حافز كبير قوي. نتكلم في الشغل احسن. تحت امرك. اهلا يا مدام صافي، عايزاني حالا ضروري؟ حاضر هكون جاهز، مع السلامة. الشركة هنا بثقة أنا أعتز بيها. لو خلصت اتفاق معهم الليلة هضطر أسافر لندن. والشغل هنا؟ أنت يا أستاذ هتبقى مسؤول عن كل حاجة. ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ حضرتك يا أستاذ هتستناني بكرة قدام بيتك الساعة 11، عندنا ميعاد مهم في القنصلية الإنجليزية. خلاص. نعم يا جميل، عايزة ايه؟ اذا كنت فاكر اللي بتعمله ده في مصلحتك تبقى ما عرفتنيش كويس. ايوه بس امشي انت دلوقتي، واللي انت عايزاه هعملهولك. تيجي معايا ونصفي كل حاجه دلوقتي. وبعدين يا جميله انا مستني ناس وقفتنا كده في الشارع، مش هتنفع. ما يهمنيش. طب روح استنيني في المكتب، ولا اقولك المفتاح اهو واستنيني فوق وانا هخلص شغلي وارجع لك. انا اول مره اشوف ان التمرين تعبان كده يا كابتن.
لازم شدادة عم الدنيا لها بالمرات. فضحتك فضيحة بجلاجل انت وبنت شوكت. شوكت 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 لحد ما يجي تعيين طبيب الشرع ويتم استدعاء خالتها وزوج خالتها فورا لسؤالهم. حاضر يا فندم. اليوم اللي عرفتكم فيه يا الماما يا حوش. احنا حوش ده احنا من هنا كبيره قوي، كفايه ان انا رضيت اجوزك مراتي. شوكت وقرايب جميلة بكفالة لحد حالتها الصحية ما تتحسن ونقدر نستجوبها. استفراج يا فندم. اديته استمرار 4 أيام، المهم انك تراقبهم كويس. وريني بقى شغل المباحث بتاعك. لا تهيني. أنا مش هقول لك إني بريء ولا مصلوب. أنا هقول لك الحقيقة عشان تسامحيني. أنا دي كانت غلطة لما نسيت نفسي وعرفت جميلة. اللي بتقوله ده ما يهمنيش حاجة وما عنديش استعداد أسمعه. لكن أنا يهمني صورتي تفضل كويسة قدامك. معرفة الجميلة كانت غلطة وده السبب الوحيد اللي خسرني أول بطولة في حياتي. للأسف خلاص مبقاش عندي وقت لأني مسافرة ومش راجعة تاني. تتهمي حد معين محاولة قتلك؟ أيوه. الست دي كدابة، أنا قتلها. طب ليه؟ أنت مش كنت معاها قبل الحادث؟ وأنا إيه عرفني الحادثة دي كانت إمتى؟ رد من غير عصبية. لاحظ انك متهم في قضيه قتل. قول لي بقى ايه اللي بينك وبين جميله؟ كنت مهندس في المشروع اللي كان جوزها بيعمله واتوقف بعد ما اتجوزها. ليه؟ دي كانت الخدامه بتاعته واتجوزها وطلق مراته. جميله قالت ان طليقه جوزها كانت رايحه لك وحصلت المشكله لما شفتها معاك قدام العماره. مدام صافي ملهاش دعوه باي حاجه. الله يبارك فيك. مبروك عليكم القرية السياحية والشركة. ولو فكرت تبيع الفيلا دي انا جاهز. ابقوا اتكلموا فيها مع المتر، انا هعمل توكيل بعد 2 أو 3 شهور ان شاء الله. اتفضل. شك. شرفت. طبعا يعني الامل اللي انت بقيت فيها دي كان زمانها بنت اختي. لو ليه انا قلت لك كده عشان دماغ
ما تروحش لبعيد. تروح لبعيد في ايه يا اخويا؟ مش كفايه الناس جوزها يتفق معاك انك تقتلها؟ رجعت تشوف انتك القديمه ولا تلوته؟ انا ما خلصنيش انك تقتلها. انا ضربتها ضربه صنعه كده عشان ما تموتش، وخدت الفلوس منه قبل ما يعرف انها مات، وسبتها تعيش واحنا برضه نعيش يا وليه. اللي يخليك تعمل كده في بنت اختي مش بعيد في يوم من الايام تعملها معايا. لا قله الاصل دي مش هتثبتها لك على خير ابدا ابدا. بقول لك ايه، ما تفتحليش الكراسه احسن افتح لك الدفاتر ام قرطاس. ما تفتحيش علينا طاق جهنم اعملي معروف بقى كده. وبكل بعني وبتمن رخيص اكل البتاليه حلوه قوي. بقول لك ايه، خليها في بالك الكل باعك الا انا، ما بعتيش بمال العالم كله. انت هتقول لي، اسمع يا حسون، انا مش عايزاك تجيب سيره باللي سمعته خالص الا لما انا اقول لك. تأمري؟ لما اخرج هديك كل اللي انت عايزه. انا شايف انك لازم تخرجي حالا. عندك حق. مدام صافي ناز؟ افندم. الباسبور. سيادتك ممنوعة من السفر، ممكن تفضلي معنا؟ خير يا فندم. خير، تفضلي. المجني عليها كان بتشك بوجود علاقة بينك وبين المهندس مجني. يا فندم اللي تتكلم عنها سيادتك دي كانت شغالة عندي ومشكوك في سلوكها، وممكن سعادتك تتأكد من ده بنفسك. ممكن تقولي لي ايه علاقتك بالمهندس مجدي؟ كان هيبقى مسؤول عن الشركة السياحية اللي كنت هعملها هنا. وايه اللي حصل؟ لغيت كل حاجة. ليه؟ لأسباب خاصة بشغلي. وايه اللي وداكي عند المهندس مجدي في بيت الساعة 11؟ كان عندنا ميعاد في القنصلية الإنجليزية. وما رحتوش ليه؟ لأني لقيت البنت دي معاه. في بيته؟ لا، قدام العمارة، وكان بيديها مفتاح شقته، بس الحمد لله وصلت في الوقت المناسب. أنا جيت أقول لك إني ناوي أخرجك من هنا. أنا لو حياتي في إيد واحدة زيك يبقى الإعدام أرحم. مش قوي كده، أنا كنت فاكرة إن أنت اللي عملتها، عشان كده قلت لهم عليك. لكن عرفت إن خليل هو اللي عملها باتفاق مع شوكت عشان يخلصوا مني ويرجع لصافي. شفت قد إيه بقيت عاقبة في وشكوا كلكم. وجاية تقولي لي ليه أنا الكلام ده؟ ما عندك البوليس والنيابة، ولا جاية تساوميني على فلوس المرة دي كمان؟ زمان كنت بتدفعلي عشان كان خالد المحافظ وكنت خايف من الفضيحة، ودلوقتي هتدفعلي ليه؟ عشان تخرج لصافي؟ اللي بتتكلمي فيه ده كان ماضي وانتهى. انتهى ازاي؟ والواد اللي انا جايباه ده يبقى ابنك. كنت ناسي افكرك. انت كدابة. كدابة ازاي وساعتها دفعتلي 25,000 جنيه وحطيتهم لي في البنك؟ مش عشان اسكت والبسها لشوكت؟ انا دفعتلك الفلوس دي عشان تبعدي عني، عشان كنت خلاص كرهت الحرام. حرام عليك انت تتبرى من ابنك. صحيح انا كتبته باسم شوكت، لكن الواد ابنك، ابنك انت. وبتكرريها تاني؟ ما كنت جاي عشان ارتبها معاك، عشان لا انت تتضر ولا انا اتضر، لكن الزهر مفيش فايدة. انت شطان. انتوا كده يا رجالة. فاطم معانا معالي خليل. ايه ده؟ فاطم معانا؟ ايه في ايه؟ فاطم منظور من تحت الكناية. اهلا وسهلا، بس على مهلك عليا. فاطم معانا مش قدام؟ اه؟
الو امك في العشه ولا طارق؟ جميله انت فين؟ ميرسي قوي انك وفرت عليا بيع الشركه والقريه السياحيه، ولو عايز تطلقني دلوقتي انا ما عنديش مانع، مش هقول لا. يعني انت اللي اخدت الفلوس؟ احسن لك تطلقني بدل ما ادخلك السجن. طبعا انت عارف ليه، على اللي عملته معايا انت وجوز خالتي، وساعتها هتطلقني ورجلك فوق رقبتك. ما عرفتش الا بعد ما عملنا. طب كنت تعالي قوليلي بدل ما تيجي من حسونه. اهو بقى ده اللي حصل، وتشدوا البوليس على طول، والمخفي اللي اسمه حسونه اختفى وراح في سكين داهيه تاخده. اهلا 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 اهلا، اهي كملت. انا بكره هكون في المطار مسافره ومش راجعه تاني، بس قبل ما اسافر يهمني اعرف منك الحقيقه. حقيقه شوكت بيه ولا الباش مهندس؟ الحقيقه الاتنين ما يتخيروش عن بعض في النداله يا هانم. تقصدي ايه؟ الرجاله اللي زي دول ما يستاهلوش غير قطم رقبتهم، واللي انا عملته فيهم ده حلال في اللي زيهم. من فضلك وضحي كلامك. انا هريحك. جميلة، بقول لك ايه يا خالتي، خلاص ما عادش يجي منه، الناس دول بقى لازم اللعبة معاهم على المكشوف. الباش مهندس اللي انت كنت ناوية ده بقى يبقى ابو ابني. ايه؟ وشوكت؟ شوكت؟ جوزي. انت مش ممكن تكوني بني ادمة. بقول لك ايه، مفيش داعي للغلط. الباش مهندس هو اللي غواني، لما رحت له لقيته عيان. فيها حاجه دي؟ قوم ادعك لك جسمك بشويه خلي وليمون يطلعوا الولع اللي طالعه من جدتك دي، وهاكل له بثواب. وحصل اللي حصل، لقيتها جايالي منك متقشرة وجوزتيني شوكت. فهميني، يعني الولد ابن شوكت ولا ابن مجدي؟ ابن مجدي. وهو عرف؟ انا قلت المجدي ومصيري هقول لشوكت. كلاب كلكوا كلاب. بقولك ايه، احترمي نفسك ويلا اتطرقي، المركب اللي تودي. نسوان اخر زمن. قلتلك لو ما قلتيش الحقيقة. الحقيقة ايه يا بطولي بتعاني؟ الواد ابن مين؟ دراعي. اه يا جميلة، دراعي هتموتني. ابن مين الواد؟ ابن الابن كمان. هقتلك. هتموتني الحقوني. رأيك؟ الحقوني. ابن مين الواد؟ ابن الابن كمان. هموتك هموتك يا جميلة. الحقوني. ابن مين انتهي. والله جميلة دي كدابة يا ست هانم. القضية دي تخصك أنت يا باشمهندس. وأنتِ؟ أنا خلاص مسافرة ومش راجعة تاني. ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ مش من حقك تطلب حاجة. اعتبريه رجاء.
يا ريت تستني انت وهند ما تمشوش الا بعد الماتش اللي هلعبه بعد ما انزل مننا حالا. انت عارفه البطوله دي مهمه قد ايه بالنسبه لي. هند انا مستنيك انت وماما. الطيارة قرب. أنا مش حسيب بنتي. بنتنا ما تعيش مع ابن الخدامة في بيت واحد. وعلى فكرة ابن الخدامة بيقولوا عليه إنه مش ابنك. طول انت يمينك اقرب. صدقني بلاش جنان يا شوكت، والله يا ابنك، والله يا ابنك.